إخوة هادو هما اللي كيسميوهم لا سوند لاميدا أو لا حساس أكسجين. قلنا الإخوة هذا هو حساس أكسجين أو لا لا سوند لاميدا. هذا اللي حلها قبلنا يعني تقب الشاطمة. يعني مرة أخرى واحد أخر لا بغى يتيستي كاتاليزور واش مبوسي يحلها لا سوند. عندنا هنا شنو نحلو يعني ما نبقاوش تقبو فيها كيما هاي راكبة مي كانت كاع متقبة كاع خيطناها هاي لا سوند أخرى عندنا هنا عاود تأكيد ونفيريفيو المسائل تاعنا. الإنسان إلا بغى يفيريفي هذا بلا ما يقطع لحقاش لا ميزون دايرتو كومبلي كاين اللي عندهم دو كاميرات صغار اللي شوية عندو قوام يركب هنايا بحال هكا بهاد الطريقة بحال هكا ويشوف كي داير الكاتاليزور أو لا يحلو هنايا يفيريفي أون ديريكت. أما باش تقب هنايا ما غاديش تقب حتى تفيريفيه من هنايا من لا سوند هادي حتى تحل هذا. فديك الساعة كي يزيد التيراج تحس باللوطو مليحة فديك الساعة نحلو من هنايا بهاد الطريقة هادي نحلوه هنايا. إلا كان خصو نيتواي شي نيتواي اللي هو قوي خصو يتحل أوبليجي نحلوه من هنايا. مي دي فوا غير في الطريق نريكلوه أولا بلي برودوي نجيبو برودوي ومن هاد البلاصة نكبوهلو كان واحد الطي ندفعوها هاكا مليح أولا تقبا هنا خويا وندفعولو البرودوي مليح ونوليو نبوانتيوها. هاديك تا نتأكدو بلي عندنا هذا ميت هذا متقب من الفوق من هنا كما كتلاحظو. علاش متقب؟ باش تزيد شوية في السرعة يحسو بيها مكتهريش ولكن ديفو كاع مكانش من كاتاليزور. ومن هنايا عاود كان كانو تقبوها حنا مشينا درنا لها طولة غلفناها وسيلونسيو التالي لاميطا ودابا السيارة ها كاملة غادي نركبوها الكوفيرة نتاعها ونديرو أمارش ونكملو معاكم المعلومات. بالنسبة لهاد لاسوند كديرنا حتى التيراج ربما تكون هذا مستشعر كيستشعر داك الأكسجين دوك الغازات لي بارتيكول لي كيكونو خارجين من هنا من الشاطمة هذا كيستشعر كما كنقولو كيستشعرهم وكيقولها الكالكيلاتور باش تزيد في الكونسوماسيون تزيد تعطينا شوية ليسونس للمحرك أولا كتنقص بليسونس لحقاش هادو كيديرو كونسوماسيون كيعطيونا الكونسوماسيون يكونو خاسرين أولا غير مسخين كيما راهم دابا.